أعرف أن البنت اللي الله راضي عليها تبى الزواج ما تبى المال، تبى الزواج ما تبى المال، تسمع؟ وكثير من الرجال اللي أنا أعرفهم زوجوا بناتهم ما أخذوا درهم واحد، درهم واحد ما أخذوه، بل أنهم صرفوا من عندهم المال وصرفوا حتى على المنزل، وبنوا المنزل، اللبو بنى المنزل حق بنته وحق زوجها وسكنها هي وزوجها، ولا مسرع ولا عنده منزل هاي الساعة يقدر يسلمه لهم، أجر لهم، أجر البنت وزوجها وسكنها، وطر شلهم الميري اللي هناك. أنا أعرفهم هاي موجودين، موجودين حتى لو تبوني أذكرهم بس ما بخبركم بس ما. نعم هذا 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 ما هو بعيب أن اللبو القادر أن يسد يغطي حاجة زواج نسيبه اللي بيتزوج بنته.